الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى استقلال البحرين، ذلك الاستقلال الذي بذل فيه آباؤنا وأجدادنا جهود كبيرة ومضنية من أجل الوصول إليه. نعم، شعبنا يحتفل بهذا الاستقلال ويمجده، لكن آل خليفة لا يريدون لهذا الاستقلال أن يكون ذا شأن، ولا يريدون أن يحتفى به، لأنهم واقعا لا يريدون للإنجليز الخروج من المنطقة، فهم الذين عملوا على جلب الإنجليز إلى البحرين وإلى منطقة الخليج من سنة 1820، ولا زالوا يتشبثون بالإنجليز الذين نراهم في كل مرافق حياتنا السياسية والإدارية وما شابه. نحن نجاهد من أجل الوصول إلى استقلال حقيقي. هذا الاستقلال لا يريده آل خليفة، لكن شعب البحرين بذل دماء وتضحيات كبيرة وعطاءات كبيرة من أجل الوصول إليه. لذلك إذا لم نعمل جميعا من أجل الوصول إلى هذا الاستقلال، لن تتحقق الديمقراطية، لن يكون الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، ولن يتم لنا عزة وكرامة في هذا البلد. نحن هذه الأيام نعاني من الاحتلال الخليفي، من الاحتلال السعودي، ونعاني أيضا من الاستعمار البريطاني الذي لا يزال موجودا. لنعمل جميعا من أجل الوصول إلى استقلال حقيقي يحقق لنا جميع المطالب الشرعية التي نطالب بها بجهودنا، بدمائنا، بتضحياتنا، بعطاءاتنا، بجهادنا، نصل إلى هذا. بغير هذا لن نصل إلى الاستقلال الحقيقي. لذلك من واجبنا التحشيد لهذا الاستقلال والاحتفاء بهذا الاستقلال حتى نستطيع أن نصل بشكل كامل إلى مطالبنا المشروعة. دون ذلك لن يسمع لنا أحد، ولن نحصل من أحد على أي نوع من العزة والكرامة والحرية والديمقراطية. لذلك أهيب بكم في ذكرى الاستقلال في 14 أغسطس أن نعمل جميعا من أجل الوصول إلى استقلال حقيقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.